رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يساند الفقراء في شهر رمضان المبارك. عنوان لفيديو تناقلته مواقع إلكترونية وصفحات في السوشيال ميديا وتباينت ردود الأفعال حوله. فخلال الجلسة الاعتيادية 10 لرئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني قدم التهاني والتبريكات إلى العراقيين مع قرب حلول شهر رمضان، وفي هذه المناسبة أعلن عن جملة توجيهات وزارية وإجراءات من شأنها أن تخفف الأعباء الثقيلة على العراقيين وتهدف إلى الاستقرار المعيشي للفقراء خلال الشهر الفضيل. إن شاء الله إحنا على مقربة من حلول شهر رمضان المبارك، نسأل الله أنه يعيد عليكم وعلى أبناء شعبنا والأمة الإسلامية بكل خير وأمن واستقرار، ويمكننا من أداء واجباتنا في هذا الشهر المبارك اللي هو إلى نقوص خاصة كون نوفرها للمواطن من حيث الاستقرار الأمن واستقرار المعيشي اللي يتعلق بالأسعار المواد الغذائية. قبل فترة شهدت الأسواق ارتفاع في أسعار اللحوم وأثرت على الفئات الفقيرة. طبعا صار إجراءات مع الأخ وزير التجارة وأيضا السيد وزير الزراعة في مسألة فتح باب الاستيراد، فتح مراكز بيع. يحتاج أيضا نوقف استقطاعات السلف والقروض من المواطنين والمتقاعدين لشهر شهر رمضان. الأجهزة الأمنية، الاهتمام بوجبات الإفطار لأبناء قوات المسلحة، مع التوجيه أنه يكون مشاركة القادة والضباط والآمرين يشاركون جنودهم في وجبات الإفطار. مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وتعزيز البطاقة التموينية بمفردات إضافية وإيقاف الاستقطاعات من السلف والقروض للموظفين والمتقاعدين لشهر رمضان فقط، هذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء ووجه به الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للوقوف مع المواطن ومساندته. وليس هذا فقط، بل ركز سيادته على قواتنا الأمنية المسلحة ووجه بمشاركة القادة والآمرين لأفراد وحداتهم وجبة الفطور وطقوس الشهر الفضيل. الفيديو المتداول المجتزأ من جلسة رئيس الوزراء أثار ردود أفعال كثيرة وكومنتات، اخترنا نماذجا منها. نبدأ مما قالته أو كتبته حنين في تعليقها. تقول حنين في تعليق كتبته: رمضان مبارك عليكم يا العراقيين، الله يوفقك عمو السوداني، ما تقصر انت، دوم ويا الفقراء ان شاء الله وتبقى خيمة على العراق، ولو منطيهم كل واحد 100,000 تسوي فضل والله. تعليق آخر من سبحان الله يقول: الله عليك سيدي، بشهر رمضان لا تستقطعون السلف حتى ناكل، ولا بالعيد حتى نلبس ونشتري ملابس صيفية. تعليق من حسين الموسوي: نرجو من سيادتك فتح باب السلف وإطلاق مبادرة لشراء الدجاج واللحوم والبقوليات والخضروات في شهر رمضان لعدم استطاعتنا مقاومة الأسعار. إذا الدجاجة كيلوين ب12 وانت قيس اشقد غالية العيشة بالعراق. شعبان العبيدي: يفترض أول إجراء ينزل الدولار لتخفيض الأسعار، سعر كيلو الدجاج 7,000، ما تدرون بشنو مساعدة الفقراء اللي ما عنده راتب ولا معيل، الله يكون بعونه، خيراتنا معيشة بلدان والشعب العراقي نصه قاعد يجار مسكن ما عنده. هنا أيضا تعليق من ابن العراق يقول: أريد من عندك شغلة واحدة فقط يا رئيس الوزراء، وهي توزيع الأراضي على الموظفين. صار لي 25 سنة بالوظيفة ولا شبر عندي بالعراق، ولحد الآن قاعد إيجار 500,000 وأموري متدهورة، فننتظر هذه الفرحة الكبيرة. تعليق من ماجد: رمضان كريم، بالنسبة لسلم الرواتب والزيادة سلم لي شوية يبحبحوها، ما يصير دائما ضنك والسوق معلق والفقير حاير شياكل. يا أخي انطونا حصتنا بالنفط وخلونا نعيش كالدول، شي يصير يعني؟